لمزيد من الأمان عليك تغيير رمز التعريف الشخصي الخاص بك بانتظام. اتبع هذه الخطوات البسيطة. ادخل بطاقة الخصم المباشر في جهاز الصراف الآلي لمصرف أبوظبي الإسلامي. اختر لغتك. اختر القائمة الرئيسية. اختر تغيير رمز التعريف الشخصي. يرجى إدخال رمز التعريف الشخصي الجديد الخاص بك. يجب أن يتكون رمز التعريف الشخصي الجديد من 4 أرقام. يرجى إعادة إدخال رمز التعريف الشخصي الجديد الخاص بك. تأكد من إدخال نفس الأرقام المدخلة سابقاً. أكد تغيير الرمز الشخصي الخاص بك. تغيير رمز التعريف الشخصي الخاص بك تم بنجاح. اختر نعم. انتهت الخطوات. تذكر تحديث رمز التعريف الشخصي بانتظام.